سأذهب إذن بالتفاصيل مع مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله الزميلة ولاء السلامين. ولاء، ما زال استنفار القوات الإسرائيلية في محيط المستوطنة ومحيط قلقلية أيضا مستمرا، كيف هي الأوضاع الآن؟ نعم، ما زالت يعني عمليات التنشيط مستمرة، والوقوف عند الحدث ما حدث في المستوطنة الكدومين. التفاصيل الكاملة للحدث، أنا فلسطيني وصل بمركبة إلى مفترق شيط قرب مستوطنة ما تسمى كدومين. هذه المستوطنة وقع في قلقيلية وبالتحديد على أراضي كفر قدوم داخل هذه المستوطنة، في وقت كان أحد الجنود وحراس الأمن يقومان بتفتيش مركبة فلسطينية أخرى، قام المنفذ بإطلاق النار من سلاح بدائي باتجاههما، أدى إلى إصابة حارس الأمن ومقتله لاحقا. وبعد مطاردة هذا المنفذ تم إطلاق النار عليه واستشهاده. الآن الأحاديث تتحدث من هو منفذ العملية، كانت قوات الاحتلال وأيضا الأسماء المتداولة، يعني نظرا للغط الذي حدث قبل أيام للمنفذ عبد الوهاب، وتم تخمين بأن عبد الوهاب أو حسين خليل هو من نفذ العملية. الآن هناك في وسائل الإعلام وأيضا في الحدث الإسرائيلي تروي لمن هو منفذ هذه العملية. البعض يقول أنه من قرى غرب رام الله، والبعض قال أنه من جنين، والبعض الآخر يقول أنه من نابلس، ولكن ليست هناك اسم محدد لمن هو منفذ هذه العملية. ولا يوجد تبني لعملية لهذه العملية أيضا، ولا يعني لجان المقاومة حركة حماس رحب بالعملية لكن لم يتبنى أي منهما هذه العملية. نعم، يعني هناك ترحيب من قبل يعني الفصائل الفلسطينية، ولكن لم تتبنى أي فصيل فلسطيني هذه العملية. الجميع بارك هذه العملية، ولربما في الساعات القادمة سوف نعرف من هو الفصيل أو حتى تحديد انتماء هذا الشاب الذي نفذ هذه العملية. طب ولا يعني هناك مستوطنون يهجمون مركبات الفلسطينيين في محيط نابلس، هل ما زال التوتر مستمر في هذه المنطقة؟ نعم، يعني في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان هناك يعني مهاجمة لمركبات الفلسطينيين سواء في مدينة نابلس على الشوارع التي مؤدية إلى مدينة نابلس، وأيضا عند المدخل الشمال لمدينة البيرة، حيث كانت هناك جنازة للجندي الذي قتل في مخيم جنين، وقام المستوطنين بمهاجمة المركبات الفلسطينية عند الحاجز بيت يلم المقاومة على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة، ومن ثم تم يعني إغلاق جميع المداخل وأيضا الشوارع المؤدية إلى هذه المستوطنة ومهاجمة مركبات الفلسطينيين عبر هذا الحاجز العسكري بحماية من شرطة الاحتلال. ونتحدث الآن يعني في مدينة طول كرم، قامت قوة إسرائيلية خاصة باختطاف شاب من مكان عمله في طول كرم. هذا الشاب هو من جامعة القدس المفتوحة وكان يدرس في هذه الجامعة، وأيضا يعني كانت تفاصيل أكثر عن هذه القوات الخاصة التي كانت تستقل حافلة بيضاء تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، لذلك لم يعرفوا أن في داخل هذه المركبة هم يعني قوة خاصة إسرائيلية. نعم. طب ولا يعني رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يقول إنه يجب تكرار عمليات جنين في الضفة الغربية تحديدا في نابلس ورام الله، هل الأمور قابلة للتصعيد في هذا الوقت؟ يعني إثمار بن غفير منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طالب بعملية عسكرية تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما في مدينة رام الله، في مدينة نابلس، وأيضا في جنين. وما حدث في جنين لربما في الأيام القادمة سيكون هناك في نابلس للتخلص من مجموعة عرين الأسود في البلدة القديمة من مدينة نابلس. وعندما نتحدث أيضا عن القوى العسكرية، يعني إثمار بن غفير أكثر من مرة هاجم الفلسطينيين بأكثر من مناسبة وأكثر من عملية قام بها الفلسطينيون، كان يتحدث يعني لابد من عملية عسكرية للتخلص حسب ادعائهم من الإرهاب الموجود في الضفة الغربية الذي يهاجم أمن إسرائيل حسب تعبيرهم. الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، أشكرك جزيل الشكر.